بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته من يفوز بسعادة العاجل الآجل. فهذا هو المجلس 73 بعد 100 من مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الاثنين الموافق 25 من شهر ذو القعدة عام 1442 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في كتاب 40 وانتهى بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان مجلس كي بقول إيو سد حي تضواتنات ويان إيه مجالس المركز شرح كون كتاب سنن النسائي هبين كان وهبين السنين كنا بيغن شن إلى واتنق بشد القعداء كنا أفر بقول إيو الله بي أفنس جنة بيغن صلى الله عليه وآله وسلم. عنكسو جرني كتاب الطلاق وحاجة بقى مرة كتاب الطلاق باب كتضبعي كونتنات عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، باب عدة المتوفى عنها زوجها حوين إذا ننك هذا لقى أوف صدي عدة هذا قبل أن يدخل بها إن تسنو قلمون إن كهرة عدة هذا حقين سينا قنيسا أي باب كانوا بابيه عدة هذا وحويا وحين قني هذه أي حاملتها هي عفوا حاملة ما بجرت موقت ولا ما قلمونين مركع الجدادة ما حين غنيسة 14 سواش أو علي أو أين علي إنك سواش أن الله عاو ما مغضى وإيمان دونا كل اللي بحدو جوك مسألة محويا هوين إيداء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا بنوطل هوين إذا هذه اللفرة وفرين أودع طلاق قد أودع إذا أنا نحوها لاستابن وقال ما إذا كنت أوسا ماشا كدعين فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واحد إداءها ويراتئ ويترسن إسلامارك قضب كاسوا كاسوا بحني ومطلقات كوكولة فري لكن هؤلاء إذا لقد انتي إذا أن لوج المونين محوم كواحد قاضنا يسامركه هؤلاء إذا تحوم كذا قاضنا يسا مسوك دونانية وكد دونانية ولا خلاف في ذلك خلاف الله الشيخه أو كجر لما أركه هؤلاء إذا أفر بلاد يتوان مع الموت أي ترسني أما هاللوج الموضة أما هاللوج المونين هذه حاملتها هنا وين حمل جاس أي أمشو وإذا شوية يا ما بلوق المونين أحسنت بارك الله فيك أحسنت حمل ما بجرم إيش لكن وارد بحنا قنكرة ودي عكرة سيدة هذا حكمة ده ما حفرق ده حي مركز وإيش ثالث أسبوع إنها وين إذا نلوق المونين الله بين نلوق المونين ودي الله يرى سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها أنت هاللي يرى هذا هذا يراته واحد داوه الله قرر الله ما أركها ديب اللوج المونين أمرك إلا مهريي وقبلي قل محوها نينك هذه قبيلته يري يسقون رج المون أوفري وحاوي وحال يري واحد دلقة مرة قريك يقول سني وخذب خذب كلامها وين إذا ولا مهر سدي يذن اللوج المون على قدين تي ولا بدلية وحاوية وحال قد جاي ولا خلاف في ذلك يذكر أفر بلود يتبان هبين إني زوجته ما حفر قود حيبك تلو ما قال من تلو ما قال من نعم أيضا دخل إلى واحد دخل إلى ذم الله أحسنت غضب تعليلك تاسا كمدة مع كمدة ده دخل إلى ذم كو تنلبنا قفك أنتي حرمة ديسي إن لا إلى علينا ماشي كم مرنا أنت واحد هريا هوين إذا نين كان فري هدي أمر الله أي أيذا تراهذو أنا جه بيراتي وحويان
أما يسكو إنكران وقبل يوفري يستجونوا قلمونين يدي أي ترى مركو أي قلموضي أما يستجو وي راح دوانو قلموضي وح عيون خلاف وي ما ذو وحدعة خلاف حق الله وبحية نينكو النول هي هوين يدون النشا تلقو بحية لعانا قلي وين يسوع أرتانو أي محوها مرقاتي أي ألا محوها أي شنجر أي أرتان لا بد أودن بيسنا من عرض على إياهم بالله من ذلك وغضبه أي لا بد أنا أي كل أرتان أي إيماني إلا لا بد نولهين هدي أمر على رأي الله كذا يعكره سو سامه هدي لكن قف كان ننتهي أي أرنتي واحد كسر النقضان نك واحد ننتهي قبل وحيت الهوا يراتي وحيك الماضي لما أركب عدديد وأركب حي حالة سي أنا هنا يسوي بحده ملعنية لجلي حالة خطر بمرك مرك أسبابته كاني تاس أي كمدة أو كو قدام أي كمدة تي أو شيخ نور شيء أو أهيد إن أي إرثي إذا حلله شدوا كله قف كان ميت كهاد إن تي أو زوج كأها حرمة أي ولا يدين إله إيسى سبحانه وتعالى إن لاصم أو تعبد إله اللي هو عبادة سنة سبحانه وتعالى وأفر بلاد يتوان مال موت إله كدماني إلا سوء مركا نعم نعم هذه اللي سكوا شجوا إن الزنا جرينا لقيا بقى واللي عنا ودع وكم سوقات نكو إيه هذا كمان وزن يزت ماشي الزنا أي نمانين وكدمنا محوها جبدي أو كبر أبورتي لعنك إيمانا مركا سيس كبر يش جبدي مركا لازم ما زنا يدع لكن هو اتهام بالزنا زنا اللي سكتوا مين هذه اتهام بزنا أي ما طلبت إسقابتي يا ها ها قبل دي لفتر كذا مركي نينكي ودنتو هرايكا جورسنجا تصل ما دين كذي من قبل دي وحال أركي حاملة هيدو حاملة الأركي حاملة دي أيضا يترى نينكي قدر نينكي محوها دنتي هيا حملة كان سكلا ننكينا ما إنكيري كرو مرهو إلهي حقي سبحانه وتعالى رحمه الله وحصولنا الباب هذا كله يقفل قول الجنية قفل كاسم حوياً قابدنا هدين لقد انتو أما هاللوغ الموضة أما يانلوغ المونين وحوياً وإنا يأفر بلوت يتوان مال موت سكتو هدين مركا إيضا اللوغ الموضة وكاد انتنا حالته وإسبدالي كرتاءه حملي حملي هدو يجري وقابدنا أي أون أهيد حملي قاس مركا هيدا شنا أيضا وي حلالو يا يروي إنسى يعني هدي إسلام وين ته نعم ها كلام دونه أيش النقطة يا إيمد الله لي نقطة يا أبو أسكوميد حرمة الزوج كمش كجرتا إرثي قاس إذا حل كمش كجرا سيدوك كمش وحك كجرا تحاشيا للتهمة يمشي على قصار أنت صدقا أي داعي سويا هران وقريدونا إن شاء الله أنت كل يوم في ليا علي إنه جوجات بيوف يعني عوا ومسألة وكذا رجع لكن هو نسيب كيس هيدا دوبنا هيدونا إن شاء الله اللي نسواش يستجعنا ويديه ما حسوستان سيدحكون إيش ما قال إياه عفري والله بعثنا حديث كه وعدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها هوس إيماني قال الإمام النسائي عليه أخبرنا محمود من غيلان المروزي وثيقة قال حدثنا زيد بن الحباب التميم وصدوق يخطئ في حديث الثوري قال حدثنا سفيان الثوري ويان عن منصور المعتمر وثيقة ثبت عن إبراهيم بن زيد النخعي وثيقة عن علقمة ابن وقاص الليثي مسه علقمة النخعي سومة هي عن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه عبد الله المسعود سئل وحوح لقى ويدي عن رجل إنه تزوج جورسي مرة هواين جورسي وحلقى ويدي أو لم يفرد لها صداقا أنا مهر ومجابين أنت عصا مهر كأجا كون كدولار شن دكون دولار لبلا كون دولار أنا ليهن هذا دولار ربيها لقى الله موقته ولم يطول بها أنا أقل مونين حتى مات إلى وكدنت حون كذا محن غني جبدي نبى جورسي ومقل مونين طلبنا مهر ومشيجين وإسكت أنت مرك قال المسعود حيري لها يدع يوسف ناضي مثل صداق نسائها دمر كذا مهر كذا أو كلا أي لذا دمر كذا يا هو يذا ولا لهد هوريال كذا
إديال كيد المادير تيدي قبدهاس مهر مثل قص لسينا أي إلى ذا هاي كو نعم وكاملة وكاملة أي إلى ذا لا وكسة نقصانكم مجرى ولا شطط زيادة مجرد كن دولار سامحين أما الله بكون سامحين أنتي أيها اللغة تاجية لو ما قال مونين مهرن لو ما قعبين اللغة تاجي قضب قضب كاس وعليها العدة أيها ما حلقها ومرك ما دام أي حولها سقاطة طي أيها ما حلقها عدة وعدة كامل ولا خلاف في ذلك أرينك أصي خلاف للشيء وحويا مجرى احتياطا أيها الله له بسنة والدلال لو سمينا إن ماشي وحكى الآن لفر سمين ولها أيضاً وحوسونا هذا نصيد وكلا حق الله بعض إلى ذهي الميراث ده حل أي إلى ذهي فقاموا حي استاقي مركب معقل ابن السنان الأشجعي وصحابية رضي الله تعالى رضاها يا استاقي فقالوا حي لقضى وحكمي فينا أنك ده حد أنك في أشجع دي أنهي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق قبل أس أيضا أي نبي أن حكمي امرأة هواني ومنا أن نجمد أي نبي أن نساق حكمي صلى الله عليه وسلم مثل ما قضيت حكم كان أضحك أنت أكله أي نبي أن حكمي عليه الصلاة والسلام ولي بقبل أن نجاي هيد أي لا إنك لا يرهضه معقل ابن سنان الشعيب ففرح وفرحي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه وفرحي محمد فرحي الله وشيء بصورة قال إنه النبي أنا كم أغلق قرب يطلع وأهلي ومرقات أهل وصورة قال وحصورة قال إنه اجتهاد كحكمي اجتهاد كنا كذا بالنص النبي وأهل الله بضم وصورة قال نعم يا أهي أحسنت باب الإحداد هل كان محب بابي هاي إسباساس أنت أيها وين يد إسباساسيسو ودي ما شاء الله قد انتي أي سباساسيسو أما مصيبة كنت عضي أي سباساسيسو أما بقى ساي سارشو في لغتنا حديث تحكم شام بغل يوم لبا إيو شام عدوك شام كن لبا كن شام بغل يوم شان إلا باتنات وحديث صحيحة قال الإمام النسي عرضي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال عن بأنا سفيان بن عيينة ويان عن زهري ومحمد شاب زهري وإمامك عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسول كنا لا يحل مبنى لامرأة هويني تحد إسبصاصنيس أما أصي سارنيس على ميت قفر انتي كركي أكثر من ثلاث سدحين كبضن قف دمرة دقوا دقوا حجر جري قف كهدي مصيبة يكون عضو ومصيبة الموت خاصة لقد انتو إنا هوين قرابة أي نايس بصاصيان مركا النبي كان وحيري لو ما أقلا رق إدمر كردوين لسعودة إنك رقع وحلق يا بعد المهنسة إلهي المهنة رورة كان أقول جعل إنه بحوها كوي لهذا oo dhibaato weyn ay soo gaarto lagana yaabo hatta gudaha aad ha waxaanu sanado laakiin aad aan looga dareemin laakiin dumarka janibka waxa ku badan raxmada iyo adfiga ayaa ku badan sida darted markay aad bay u saamoobayaan dhaladooda jabi markaa waxa laga yaabaa inay hatta is hilmaamto oo is basaasiso naxariis ilaahay gudaha u dhigay ayaana keenayso iyo dabciga ilaahay uu khalqay habkay uu soo unkeeda ayaa noocaas riqa iyo dabac sanan أصل هنا إيه كسم يسند قوة دمر رج محوها كعده إيه بدن واجران لكن دوات قرن يسان جبل دي متقنا أبو سلمة أبو سليم أيه مثل محوها أبو سليم أبو طلحة صومين سيد واحد يقول يتمو جدا يا مل هذا جاي صارت وعيسى ما يسي عنو جيوم ميت هو دبوا الله هلك يلا أي يسكت دغمن أو يسوق ونقطنا يسكت دغمن ماشينا عنو إلهي أبركي النبي قالنا عليه الصلاة والسلام كده تحنيك إذا حاجة وتمر أمري وندعي أيها بينك كده شيء بارك الله لكما في ليلتكما دعاء النبي أيك أيضا نصبه هيد يسوي وابا محوها وبوذي تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني حنق أيوة حاجة كل الله مركا وقرن إنسان مركا دو مركا قارو حجرة رجع كموقف هذاك لكن أصل لهن دمرك أيات دبع سنوات إن حريص حقت حيو مركز إذا درتت إن إسب بصاصيان لا يحل مبنى لامرأة هواني تحد إسب بصاص على ميت أكثر من ثلاث سدح إنك بدن إلا على زوجها إن كذا مؤينة
ninkeeda haduu dhinto waa 4 bilood iyo 10 habeen hadii ay xamilo tahayna muxuu ahaa waa inay xamligii ay dhasho weeyaan 3500 iyo 6 xadiiska ah waa xadiis sahiha قال الإمام النسائي أن أخبرنا محمد بن معمر القيسي والصدوق قال حدثنا حبان بن هلال الباهلي وثقة ثبت قال حدثنا سليمان بن كثير العبدي لا بأس به قال حدثنا زهري عن عروة بن الزبير عن عائشة بن أمين رضي الله عنها أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حجيري لا يحل مبنى لامرأة هويني تؤمن رمز بالله الويني واليوم الآخر ما أنت آخرة أن تحد أن تحد أيا قرن تحد أيا رنة تحد ما هي يا بفهم قدنين كاسوا على قطورة مش أن تحدى سيد صحت ساسوا تحدى وسيد صحت دويان هو محوما بفتح التاء وفتح كذلك الدال تحدى ذا إشكال وين ملها نعم أن تحدى أما أن تحدى فوق 3 كبضا 3 إلا على زوج زوج مؤينة نينك أسقى دب ملحن مركع إحداثك هدون نقضة إيو إسباساسنتي أساي سارشادة إيو قفك إنو محوها جير كيس لقد دريمه إيو مقال كيس إنو آدم رقي سنيه هوين يدلو ما أقرأ سدح مال موت إنك بضن إنو نينك يدب إنتوا قوني سدح كل شام بقول إيو لحي لباتنا حديثك أه أما هو باب سقوط الإحداث إسباساسنتا كد اعتنى كد عضا يباب كانوا بابيه عن الكتابية قبل الكتابية أو الكتاب كأدرتي المتوفى عنها لقى أفسد زوجها نين كذا إن إحداث أن لقربين أو حويان إن أي أيوباب كانوا بابي هاي حديث كسيدح كم شنب قليو تطبع إلى باطنات وحديث صحيح قال الإمام النسائي عن أخبرنا إسحاق المنصور الكوس وثيقة ثبت قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وثيقة ثبت إسناء قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أيوب ابن موسى القريشي وثيقة عن حميد بن نافع الأنصاري وثيقة عن زينب بنت أبي سلمة الرهيبية النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رملة ويانا بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت وحيتي سمعت عن كما رسول الله عن كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر منبر كان ومنبر النبي عليه السلام سقول يا كما غلي لا يحل مبنانا لامرأة هاويني تؤمن رمز بالله لوين اليوم الآخر ما أنت آخرة أن تحد وسيدي وكرتنا أما أن تحد إنا يبحوها إحداث إي بصاص بصاص أي لتي ما دون على ميت ميت فوق 3 سد حبين إنك بظن إلا على زوج نن مؤينة 4 أفر بروت أي بصاصين أي 10 طبعا حبين ساس النبي صلى الله عليه وسلم باب كل إحدانات مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل باب مقام المتوفى عنها زوجها نجاشة يكون نجاته باب مقام المتوفى عنها زوجها نين كذي تي لقى أفسدي نجي يكون نجاته في بيتها جوري كذا حتى تحل إلىك حال الود أيو باب كانوا بابي هاي هؤلاء يدي وعلى قد ننتي مركل على قد ننتي جوري كي لو قد ننتي أو نين كذا أو قد ننتي إن يكون نجاته إن لقى ربه أيو باب كانوا بابي هاي ماشي يكون عيد الترسري وأفر بلود يتبان مع الموت أي جو جيسو يتبانها بين أما بابا حاويان أي هدي أي حامل أهيد أي كأم ليس أي جوغي وأقولي من كذا أتقول من تي سيدا سأصل ويان ضرورة دايتي ما دو باب كله لكن أصلها هو نعاس وعي حديث كسر سيدا حكون شن بقول يوم سيدي لباتنا دو حديث صحيح قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن العلاء الهمداني وثيقة حافظ قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وثيقة فقيه عابد عن شعبة وإمامك عن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج وثيقة ثبت يرسل ويدلس وإيهام بن سعيد الأنصاري وتقنان ومحمد بن إسحاق القرشي المطلبي وصدوق يدلس ورمي بالتشيع محمد بن إسحاق إمام في المغازي وتقنان مرك حديث للجوجة وصدوق يدلس وما لكن باب المغازي سيرت ما كل جو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نقطيا سير الخرفاء الراشدين نقطيا التواريخ ده الأنساب تمر كباب كل يرادة وإمام عاصم ابن أبي النجود واتقنا الإسناء مركي حديث للجوجة محوية هاي وصدوق فيه ما فيه واتقنا
صومان لكن مركم في القراءات اللي جوئي في القراءة وإمام من الأئمة مركم حويان محمد بن يسار محمد بن إسحاق ابن يسار المطلب القرشي وحويا وننكا ساهر وصعده عن سعد ابن إسحاق الأنصاري وثقة عن زينب بنت كعب زينب بنت كعب ابن عجرة ويان زينب بنت كعب ابن عجرة ومقبولة قارن وحي لهذين لها رؤية وهي كبدس حيكورس عن فارعة فارعة فريعان وحويا قارك الشقان عن الفارعة بنت مالك فريعان ولي هذا صحابية ويان رضي الله تعالى عنها أن زوجها نين كذا خرج وبحي في طلب أعلاج كوقع لها وانا عجمة وشقالة وها خادين توت أي وبحي الجيجة عربت موقت وهذا من الله يابس قفك هذا مر بقالية عربنا وصلنا هين ما قاعد قولي يقنن حيليهن علج ما تقنن رجع قارو محوا أقول له يحلق أجوي بريج صدام حسين العراق لبربرنا هي صدامنا اللقبنا هي ما حسستان لو ذكوني يوم سد حذي محمد سعيد الثقاف ما حسستان هو الجزيرة سوفر سنجري يا صحافة صحاف علوج عبارات كت محوها وحظوما يسهرون رشيد وقط بيرون وقت بيري جهرة دولة عثمانية دولة الأموية هي دولة عباسية فصاحظة ولي بخاصة دولة عباسية فصاحظة هي عربية إلا إلى اليوم محوها نحو ديسة هي مباني ديسة هي فصاحة ديسة هي بلاغة ديسة وهي هي يعني وح إن بقفك مضحدة لقم مر بجرو هذا وحده كيسان مدحوينا وحتى وح أقرنا نخلين كريم حقيقة من مدحوينا وحده كيسان وراقد الأصل الدياري الأقري أنا خلين كريم وما أنت نن يعني يتتعطى كل يبغى هذا ركتين مركي لسوي ما ذو دول عربية أقول لي هذا مدحويني ألك إيوه ها آخر يينا وحرون كوا وزارة أيرون إنك سو وزارة قاركون إلا تويهين لكن بريج هرك أبداً ننك مضح نقنا وإنو هرت قبيعية وإنو أفتها نما ملقي وإنو أنساب العرب وأنساب الأمم نصب وطن ويقان وإنو تاريخ هي وإن نن أول بكرسن هذا يبقول قفوي ما ذن حجيان بقول كبر مالس كريكا ساسو هنجري أي هنجري مركا ننك لي مركا صحاف وحنقرنا يا مركا عباراتك وين أيوة تقنن أو الوية قن بغداد يرجعلي أنتوا صادي يا صدى أيوة مريكان كوكا كشا كينا يا أو هل كاسان كوكا بنيو ساسان يلنيو يعني العلوج حاولوا أن يدخلوا في هذا المكان فدمرناهم عربي العرس هاتكو هذا جرى حصلت مرك الجيجا قال كمرك أو قليها أنا إيش عجم كأون عربته هين أون قال كا أيوة استعمال جرين مرك وحو كل أي مركة نينك اللي يرى هذو ها هي يا يا الضومان ولي هي لكن محاويان وحنو إيمان دونتا وحنو إيمان دونتا إن أي كريس ناين وضط لكريس تي الضومان لكريس تا مركة كوحانس لي هي مدى الدنباء أي أبضانتا والله أعلم والله أعلم مركة هاهي أن زوجها إن كذا خرج وبحي في طلب أعلاج ضد الضومأها وولي بقالاءها أو حويان عجمناها خلالين توضو وبحي أما الضوميس هالنقضينا أما وشقالها هالنقضينا فقتلوه ويدلن مش الودلن وتجدون إن شاء الله وكانت حيهيد جبده أو اللي يرى هذا الفارعة أما فريعة وحيهيد في دار قري قاسية أي بعيدة ما الفك حافظ فك أي دقنيد فجاءت ويت بالمركة
يا شيخي يقول ما حتى لذين اها ها دم لهن رقصة وحير هذين وكانت في دار قاسية شعبة ميتنا شعبة ها ها اللي موقتها حدثنا ابن إدريس ابن إدريس أمركة وحكور يي أفرقف ها أفرقف وكور يي أفرقف وكور يي إنك اللي عبد الله عبد الله أفرت وكور يي عبد الله إدريس الأودي وحكم ده شعبة ابن جريج يحيى بن سعيد الأنصاري إيه محمد بن إسحاق أفرتها سنين لبض مركب حوها ابن جريج إيه وحويان شعبة لبض وضو حي يرهدين هي هي ماذا قالوا وكان وكانت في دار قاسية أيق أيق أنت الشيخين لكن رجع كلام أي شيء لبض عن كلام محمد إسحاق إيوه يحيى بن سعيد الأنصاري ما يشيقوا أحسنتم فجاءت ويتي من مركة ومعها لجرك هذا وحاد ولا سعد أخوها ولا الكد إلى رسول الله رسولك محوها أي ماذين فذكروا له أرجع وشاجن إن ننكي للدلي وأن من أعلاجه أي دلين وجمع علج سيد وكرنا حافظ فوق بدأ يكون وشعيو إنا يسود وين يروان فرخص لها نبي حود وي وقرأت ورخصي إنا يسود محوها لابطه حتى إذا رجعت مرك أي نقطتي أو دقاقتي دعاها نبي أوي صلى الله عليه وسلم فقالوا حي رجلسي فريسا في بيتك قريقا حتى يبلغ إلى أوك قال الكتاب مددي إي كتابك أجله حلقيسي أجله حلقيسي إلى حلقي وقفتي و 14 و 10 لا يقرم قريقا لقاقا أنت جوك أيو نبي صلى الله عليه وسلم أرين تاسوك الله يقول عبد الله بن مكتوم سمع سستان مركو دلبضي إن لقع فيه صلاة الجماعة ما إمادتان كذا هتسمع النداء واتي مرد ملوير حديث تحكم شام بقول إيوه سقائل باطنة ده حديث صحيح قال الإمام النسائي أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه وكان يرسل عن يزيد بن محمد القرشي وثقة عن سعد بن إسحاق الأنصاري وثقة عن عمتي أددي زينب بنت كعب بن عجرة مقبولة ويقال لها صحبة عن الفريعة موجودا فارع سومين ديوري عن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها نكذي تكار وحوك ليس علوجا تتقال هو حويا عجمة ليعمل له أنه شقيا موجود الشيخ أرقيزة يا فقتله ويدلل فذكر ذلك للرسول أبي أشك صلى الله عليه وسلم وقالت وحيتني إني أنيقة لست مأهي في مسكن إني أنيقة لست مأهي في مسكن قرئ الله يسقوا ليه ولا يجري علي منه رزق إرزاقنا حق إجماع إيمانيس قرئ طبعا إنك ورد إنتي تحلو بس كنا قصمه ده أفأنتقل إلى أهلي غير كي موسى ورقة ويتي ويتي مايا أنا قيل بيد أغن أنرد علي قرئ مرك غير كي إجماع إيمانا وأقوم عليهم كديم أنا قم إلمه مو يستعقوا حنا ندودي بيلاش ودي هولودي ما قبته قالوا حلف علي سايل ثم كديم قال النبي قال كيف قلت ساتري وحالك يا أبا النبي قال لو وحيد عليه الصلاة والسلام ساسا سورة قال فعادت عليه قول هذا الكسوع لسي قالوا حير اعتدي اعتدي كعدة ترسى حيث مال بلغك الخبر ننك قريس ماشي مالك يكسو قريس ماشي أتكون وليد كعدة ترسى حديثك سيد حكم شنب قول اليوم صدنات وحديث صحيحة قال الإمام النساء عليه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ابن زين الدرهم وان في الآية عن سعد ابن إسحاق الأنصاري واثقة عن زينب عن فريعة أن رضي الله تعالى ورحمة جميع الرواة أن زوجها ننكذا خرج وبح في طلب أعلاج الدومة قالا أما بشقارة قالا واسقوا ليه فهذين وفهذين أي وبح له واسقوا سناته فقلت له حال ودري بطرف القدوم ماشي لو يقان طرف القدوم
أو مقالنا المدينة أجرت لح ميل أيام حوها اللي قد لي. قالت وحيتري فريعة فأتيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له حنوشاقي أن النقلة فذكرت له حنوشاقي النقلة سوغوريتان يسوريقتان إلى أهل الرئيقة إن نسوريقة أنربة أي نوشاقي وذكرت له حيوشاقتي حالا حالة أو من حال حالها حالها هذا كمدة يعني وحي مالك ماشكو هايستي يسيدا إذا معصنتهاي يماشو حكا سوررا أي وشاقتي. قالت وحيتري فرخص لي ويرخص النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرتي أقبلت أنسيجي استي ناداني وقال أواق النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحيد امكثي نقو في أهلك غير كذا حتى يبلغ إلى أوكا قال على كتابه كتابك أجله حلقيسي مدديسي وعددي أفرت بلودي طبنك مع الموت أي كون أماته. باب الرخصة رخصة يباب كانوا بابي اللي متوفى عنها زوجها هواني دينك يدي لقى أفسدي أن تعتد إن يكون عدة ترزوته حيث شاءت ميل على ما شيء دونه يعني ومحوها سيدي أصل كهيد سيك دور أيو كيني دونه لكن أرين تأيض أرين لسكوا فقصني هاي ما أهان أصل أهان سيد النصوص تكوعد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ماذا يك هلا ين كبدا ماشي لوجير يودي هنا يكون ترسلته هذه ضرورة أي ماذا مطلقة وكدوت هذه دم أي كنت حاجة لكن تن أي كعرس أدو عرس وياه حديث كسيد حكون شنب قليه كوي صدرات وحديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرني محمد بن إسماعيل إبراهيم وأبوه وحوية بن علي واثقة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي واثقة متقن عابد قال حدثنا ورقاء ورقاء بن عمر اليشكري وصدوق في حديثه عن منصور لين قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح 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 أي قرنته نجيح بفتح النون أي قرنته نعم نعم عن ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح قال وحيري ابن أبي نجيح عبد الله المكي الثقفي ثقة رمي بالقدر وربما دلس قال عطاء ابن أبي رباح عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس نسخت وحين نسخت هذه الآية هذه الآية أيضا عدتها كعدة ترشدذي في أهلها رير كذا يكون عدة ترسته أي نسخدي فتعتد وحيكون عدة ترسان إذا حيث شاءت ميل الله ما شهدون ده وهو السجنة أما أيضا قول الله قولك الله عز وجل غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن ثم جدا مركز ساسا يجري لكن أرنت أيضا ومسألة اللي سكودة قيني هاي هلقى سكودة ما هو إيدي باب كلمة الإحدانات باب عدة المتوفى عنها زوجها هوين إيدا لقد انتي أما ننك ذا لقد أفصدي عدة ذا من يوم يأتيها الخبر ما ننت وهذا الك لمشهده ننك ذا وي ماذا إن يكب الله ميسا يبابك أنه بابي حديث سيدح مشان بقول إيوه الله بأيه صدناد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه الأخبار أصحاب المنصور الكوسري ثقة ثبت ثقة ويان عفوا قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وإمامك عن سفيان الثوري عن سعد ابن إسحاق الأنصاري قال حدثتني وحيورا زينب بنت كعب ابن عجرة الأنصارية وهي مقبولة وقيل لها صحبة قالت وحيتي حدثتني وحيورا فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها أخت أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري ولا شيء هيد قالت وحيتري توفي زوجي نينك هيك أيام محوها كوف محوها لقوف صدي بالقدوم ماشي قدوم إلى 1 كيلومتر وجرته مقال المدينة فأتيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له حنوشاقي إن دارنا دارتنا شاسعة وفقتها فأذن لها وويد مي هنا يقول قد أصوريك حافظوا اعتماده ثم دعاها كذب نوعي يا رمك يسيد جلسة يسيد حديث النصر مرتي فقال وحيري من كنت يكون في بيتي كوري قادة 14 أفر بلده 10 طمان حتى يبلغ إلى أوكي قال الكتاب وكتابك أجله وأجلشي سويان مركا وحاويا ميشي إمامك عودة ليشاني يا مركال كان ننك يدي مركي اللدي لي حل قبه وحاويا إني عد درسي ونبي قلنا أمر كسي صلى الله عليه وسلم باب ترك الزينة قروح دينا إستقاتكتو للحادة قبد أصايح كسارا أما لقد انتي دون المسلمة المسلمة
دون اليهودية يهودية أنا نهين إيو النصرانية نصارى أنا نهين كبدا مسلمة دا هدي مربى لقد أنتو إنا سقرحين حق إسكاليك تأيال الربا إلا عدد ذا يكاد ماتو أما يهودية دا إيو النصرانية دا سيدو بامك غبا أجاق وحاويان حرق بدن وحرا إنو سنجرنا وبدن تاي سيدح كنشان بغل يوم سيدح يسودنات وحدي الصيحة. قال الإمام النسائي على أخبرنا محمد بن سلمة المرادي واثقة ثبت والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واثقة ثبت واللفظ له قال أنبانا ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي واثقة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة واتقنان عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري واثقة عن حميد بن نافع الأنصاري واثقة عن زينب بنت أبي سلمة وربيبة النبي صلى الله عليه وربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا ورضي الله عنها أنها أيضا أخبرته عيوشة كتير بهذه الأحاديث الثلاثة حديثا سد حد وصوص عطا أي شكتي وسند كذا وهل سند لكن حديثتي حلم البيكوذ جن خاندو يكوذ جنان حديثنا محيين قالت وحيتري زينب وحيتري رضي الله تعالى عنها دخلت على أمي حبيبة يعني قري زوج النبي نبي حديث صلى الله عليه وسلم هيد حين قلت توفي أبوها أبيه تحلق الله أفسد أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنها مركو أبو سفيان حرب الانتي أي قري أم حبيبة أيضا وكلا يتع زيني سألقيا با فدعت أم حبيب وحبيبتي بطيب عطر أيويرتي فدهنت فدهنت وحيك مريسي منه عطر كصيويرت حقيزة جارية قبر لجوكتي أدون نقطي أي جارية عاد نقطابة وأنا غالبا أدون تويان أي أمريسي وح ثم كدبنا مست وحي كتابتي بعارضيها اللبذة إذا محوها دان أي أما نفور هارد أي ساقو تابتي عطر ساس ساس وتابتي كو ثم أنت كده من قالت وحيتري والله الله أنك دارتي مالي أني جاي مسوقنا بالطيبي عطر يودجون من حاجة تندك مليه أحب يرد وحاي نرد أنا جوبه أنا لا أعرفه غير أني أني جا سمعت حكم الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه نبي جنيري لا يحل مبنا لامرأة هواني تؤمن رمز بالله إلهي وإلهي واليوم الآخر ما أنت آخره تحد أما تحد تؤمن إن كوتال أم يستعين كوتال يا تحد إنا إسباس هاسسو على ميت ميت فوق ثلاث سدح إنك بضن ثلاث ليال سدح هابين إنك بضن إلا على زوج زوج مؤينة أربعة عشر وعشرا مركة أفر بلودي طبان هابين مركة وحي أمر ساني مركة ما دام أبيه دون انتي إنا يكبح ضعير ربطة أرنت أيضا ومسألة إيو أنا لو يدينين حالت أيضا أي المحوها أي عملها وتصدق هنا أبيت هبط انت لكن أساي سارشة إيه إسباساسين ست حمال مطبطة عن الله قالين عملها أنا كنت سي نبي قال حديث الله صلى الله عليه وسلم قالت زينب زينب حيث الحديث كلابات وياني ثم كدبنا دخلت وحنو قالين على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضها أم المؤمنين حين قلت توفي الله أفسد أخوه ولا الكد الله أفسدي وقد دعت وحويرتي بطيب عطر ومست منه حبيكتها وتجير كده حبيكتها في زي ثم كذب قالت وحيتري والله الله أنك أرتي مالي أني مسكنا بالطيب عطر من حاجة دنك ماله غير أني أنيك سمعت حكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر منبر كركي سكوله لا يحل مبنى لامرأة هوين تؤمن رمز بالله ألا وين واليوم الآخر تحد إني إسباساس على ميت ميت ثلاثة فوق ثلاث ليال ثلاث ليال سد حبين إنك بضن إلا على زوج من مؤينة أربعة أشهر أفر بلود وعشرة معلو شايد كوا معلو شايد كجيه رامز كندم ها ها كل لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وحاول ين هذا عامة وقف كستو إلهي الرومي ما أنت آخر رومي يهود إيه النصارى إلهي وين روميين لكن سيدي لو رومي لا يمر رومي سنيهم يعني كامل رومين كامل متى وقالت اليهود ليست حويا يهودي وحير هذين عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله مركة إيمان هذا كامل ماهن أي لا رومين أيان ونص وشركي يحب الله سعد بلا الله سعد لكن إيمان كان لقاه الله وإيمان كاملها ومحوها هذي راتي وح دقر إيوه حنفتونا أنا اللهين والله أعلم يا ها
ها او مخو اهي مركان انت waxaa weeyaan hore isjaakay ama isjaakir inzaa taabir maya haqan wa haq ilaahi oo amray oo in ninka darti loo sameeyo ilaahi u faray haq u leeyaan marka allah subhanahu wa ta'ala u baa qadi laha allah amarkaas uu bixiyay marka abad hadii ma qad kale inuu ka cafin karo allah aala hadithka labaad oo noqono marka thumma kadibna أم حبيبة وأنكس وجدني زينب بن جحش مركب ولا كذا أودين تي عطر يويرته ومسحت منه ثم قالت وحيت والله الله كرته مالي أني مسكون بالطيب عطر من حاجة نكمله غير أني أنيجا سمعت رسول الله ما كمل صلى الله عليه وسلم يقول سقولا عالم من بر من بركب لا يحل وما من الأمرات هوين تؤمن رمز بالله ألا وين واليوم الآخر تحد إسبصص على ميت الميت فوق ثلاث ليال سدح هبين إنك بظن إلا على زوج 14 و10 أفر بلاد إتمن هبين أي سبصة سنيسة وقالت زينب زينب حيث الوحديث سدحاده سمعت عن كمر أم سلمة أي كم غلي رضي الله ترضى أم المؤمنين تقول أي ظلم جاءت حتى امرأة هويني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حتى يا رسول رسولك ألو إن ابنتي قبل أيده توفي عنا زوجها إن كذا يلقى أفسد وصومرني وقد اشتكت عينها إيش وقد اشتكت عينها إيش هذا يكشف قطي وإيش أي حنون طي أفأكحلها مئون دكولها إن كل مؤمرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مي ثم كذب قال وحيري إنما إن كلمان هي عددة 14 و10 وأفر بلوئي طبنها بين وقد كانت حيه إحدى كنا من الدين في الجاهلية حلق جاهلية وذي الله نقصه بحي سبحانه وتعالى وقال لك سوى بحي ترمي متور بالبعرة دي قده عند رأس الحول مركو سنتك ماذا حيث لك سنتك ورد ماذا وانت أي ميل بول كجر سيدنا ايمان دون ده أي رجعت أي توري جرتي دقة أولي بروح أي صبرت عذاب هينا دقة ده حتى كما كما حاها وحجارة ما يدي جرت أو توري جرتي سهري بوصل شجنة كو قال حميد حويري حميد ابن نافع الأنصاري أي وحويري والرواد هذا صمر نكمدة فقلت وحان اللي زينب وحان كويري وربي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما ترمي بالبعرة بالبعرة عند رأس الحوض هذا كان محل الجذا وما ترمي بالبعرة دقاء يتوريسها عند رأس الحولي سنة كمدحيس محل رجدة فصل كذا محاوة قالت زينب حيتري كانت حي أهيد المرأة هويني ده وحلق جاهلية إذا توفي عنها زوجها مركن إن كذا لقى أفصد إن كذا وكاد انتو دخلت وحي قلي جرتي حفشن بول بول متغنى بول صلى الله عليه وسلم وقري يرو تعبانه قابانه وحويان دقو إيون قرقرشو بلو قلي من العص والمل لا يستأكر مان مرك بولير هي قال جرتي ولا بست واحد حرجرتي شر ثيابها هذا كذا كولي دن وبابا هي حرجرتي ولم تمس طيبا عطر متى من جرن ولا شيئا وح عطر ولا متى من جرن أو لسون ذي فيه حتى تمر إلى كسو مرته بها إذا سنة هل سنة كاملة بالفيرية سنة كاملة قفان سكت تابين وحلس كعرفي يتورع على ذي سبلك ورما سون غني أما حتى أن سن ذي فين أو بول كجرة، أن كسر بحين، الكاس، بول كاس مركل كجرة مركل معدعة، بحتر مجرة سعره يهولي كله، وهالكاس صادة، بنان مجرة، وهالكاس وكله، هالكاس كجرة، كو، ولم تم هلايا بينا، هلايا بينا، هذا ما أنت ذات كاس، وعربتها إنكارتها كل عاد بحاجة هين، هذا هنا، ما أنت كوجوجة، كوا سوابر هنا هين، كوا هاد الجوجة هندية إيوه، بودين تي قيوب كم يدي وحام، حام بلده عبده، وحاي عبده الله ما يغنيه. ناقت ما كايت لي متوها وين يدو ما كونين كده أنت عفوا حاس كيسي محلو سمينا يا هي ذا النول أي الله لا أصي يا مارك تنس ما درك باركين مارك تن يوتيوب إذا يبود كيين كافيري هذا والله صعد هذا وعشان إذا رأيتي قريص أي رأيت الله جابا أي ذا قايلني أويني مركو قفك الدقابن أصلا ولا قلنا فاض يا ها يا نينكي يا لقى يا مركب قبري هوس لقليه يوتيوب كفيل أما محوها مركب لقى إيدنا ولا سوقادي ولا لقى ولا لسه يحني أيضا عبادي وأويني على ساس لقى كدي مركب سامح الله قلت دبوري دم وحدة أنا يوتيوب كفيل سيد إذا ركترين كلموجي سو ماذا نركب مركب تكو عربا حريصة إن مالي ربول لقليه أي بلاصة كو كذا ناتا كو أنا بالرومبا
وايه جاهل كفر مكتوب امتحان مركز يقول حقوق الانسان ولقين قالك هذه مرتين ادك على ليله اسلام بايك هلا يا اي مسلمين ده حقوق دمر دمي وركواس ايغو نول اسا ما تكادك هذا شان ولقين مرتين يقول الله وهنديا يا لو اسا اما تشاينا لو اسا فلان ما مقشد اما كمبوديا لو اسا ما لو اسا بحوها فيلبين اما المغرب immigration immigration ولبست شر ثيابها نركي إذا كان أولي دنيا حرين جرتي ولم تمس طيبا عطر ما يتابنجن ولا شيئا شيء عرفوا لو نمتها بنجن حتى تمر بها سنة إلى سنة ذيك سومرته ثم كذب نتوتها وحلوكي نجري بدابة نف حمار ضمير أو شات ري أو طير أما بشنبر أي لوكيني هو أنت لو قلنا ماشي أما بنانك لو ماشي لو قلي أما بنانك معها لوكينا اللوكيني كذبنا فتفتض به ويكون رجنيسا تتمزح به ضميركي أما بنفك أريها أوريدي أما بشمبرتي أي يكون رجني أما إسكروجي كوا وحى لقاذك رون إسكروجي رون إسكروجي وحى محوها لقاذك الرصيد محوها ضميركنا أيضا إسكروجي كوا والله ياب فلما فقل ما وحاءذ يراثي تفتض بشيء هنا شيء إسكروجته إلا ما تولي مني وجد يعني واحد ناف كاسنول دلي دمير واحد دلي كورا قرة قرة دمير دلي والكورا رم أما ناف أري دلي شنبرو هذا لقيا وياه يسوون أيضا أنت اللي سكروا أي ما هو أنا برد قال ناف أري قرة دلي والله ياب كي دمير دلي نكورا رم حسبنا الله ونعم الوكيل كو الله يهوى ثم كذبنا تخرج ويسوي حجة فتعطى وحلو دي بقى عند الله جسارة مركب قصب ببعرة دقة فترمي بها ويتوري مرك قضالي وتوري ما حي وتوري سان وحاسو يسومري وأركي إيه دبعت هذا يسومرتي حتى ودمير لبنتي وح معلمها وح معي من مرك نين كي يقلوا فيري وحملها وحاول نت إن قبلك لا لقي ولا لدو تصور نت كوان أدم مرك كوان هذا هنددي بلدا كوان أدم وياه وتراجع كذبنا حيوسو رجوع يوسو نغني بعده أنت كذب ما شاءت وحلو حي دونته ومن طيب عطر أو غيره أما وغيره صابون يدون عطر حنائي مركا خلاص قف عادي نغنيسة سنة كاد لكن وين عذاب كاس كجرت أولي صابون نغطين ومحوها لنته حيوان أركي هذا قال مالك محوير قف كاس مركا بل هذه قياسة وحبوك هي محوها السنة نامس أما عداء هي بلاية وحقف كاس بقياسة ذلك تركيس قف كاس محوها من ملح إلى الوح سبحان الله إنه عفماد ويا خلت عليه صحابة قال مالك حوير مالك ابن أنس روايتي أوريه أما معها أي إمام مالك حوير تفتض ماكو فسره عفوا تفتض أي تمسح به ويسكون مسحا ويسمرن في حديث محمد قال مالك حوير الحفش حفشك الخص وأنبول يا وحويا تفسير غريب بغريب وغريب غريب لغو فسري باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة باب ما تجتنب كفو قاته وكذا يراتي باب كانوا بابي الحادة هواني عدة ترسانة ومن الثياب دره المصبغة إلى كالري كاريسك بركان كاريسك وهو محوها كاريسك أتغران كالرك وكدأ إنه كفو قاته باب كانوا بابي حديثك ستحكون شنبغ اليوم أفر إيسو الدنات وحديث صحيحة قال ودرك قروح بدن طبعا وعندها سجيدنا وعند درع قف قريد أخبرنا حسين بن محمد السعدي وصدوق قال حدثنا خالد بن حاتم الجيمي وثقة قال حدثنا هشام ابن حسان الأزدي وثقة عن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين واتقنا وحويا وثقة عن يا ها محمد سيرين ولا شيء سوى نعم وثقة عن معطية ومعطية ونصيبة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت لأم عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد اسم بصاصيسه امرأة هويني على ميت ميت على ميت
فوق ثلاثة سدح كبدن إلا على زوج نين فإنها إذا تحد إحداث أيلته ماذا عليه أربعة أشهر وعشرا أفر بلودي طبعا ولا تلبس ثوبا ملامحه مصبوغا إلا كالريي إلا قليي وكوان كوان محوان ورشد الله قصوا بحماء وكوان لقلنا وحاوي مصبوغا ذلك يعد عمل أيا لقلنا يا هذا عادي والله سمي ولا ثوب عصب مرأ أيضا وحاوي نوع عصا محوها ثوب عصب وحاوي وبرد مخططة وقويال ليمن وحاوي كالراء لهويا ولا تكتحل من دكولة ولا تمتشط مشا ليسته ومحوها شان لا امتشاط كما سمينا وحاويا نوعي وحب معين هو اما وحيابا قوني هو لسمرنا يا جرجري وانا ما نوتا ولا هذا وجرا ولا تمس طيبا حتى الرمتابط الا عند طهور يا مركاي ظاهر كنقط حيدك الا عند طهور يا مركاي ظاهر نقط من حين قرتي تطهور اي ظاهر نقط نبذا قيبير او من قسط نوع عطرك قسط لو يقانا اي واظفار عطرك يركوس كوسنا وديها وق محوها أطفال خلي رادو وحن هين ومدا وانيس وعطر ير وماشي ليك وكسر بحي إن لما ريو لقى ترجلي ويا حديث دعكم شنب قليو شني صدرات وحديث صياها قال الإمام النسائي تقول محمد إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا يا ضري وثقة قال حدثنا يحم ابن أبي بكير العبد وثقة قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان الخراسان وثقة يغرب قال حدثني بديل ابن ميسرة العقيلي وثقة عن الحسن ابن مسلم المكي وثقة عن صفية بنت شيبة ولها رؤية عن أم سلمة زوج النبي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها عن النبي نبي نحكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي نحيري المتوفى عنها زوجها هوريد إنك يدي لقى أفصدي وكدنتي لا تلبس محيرة المعص فرى لك لكالري أو كرسكة محرته ومن الثياب لك كمدة ولا الممشقة ممشقة وحويا عيد وحجر جتي عسان هين عيد عسان كمركة دركة يا لجلنجري كدي من عسان مركة دركة عسان كلا قد يجي وعيد أسيو حلمت كلا يستعملينا محر نيس ولا تختضب من إلا منيس ولا تكتحلوا من عند كورنيس أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كوريدا عدادة كجرتا قروح دقي زينة أما دارها النغضة أما وجر كذا وحي مريسها النغضة وحي أبا قروح دقو سوجي دي شادرة أي إسكي رينيسا أما كفقا نيسا باب الخطابي إلا سارة شادر الحادة هوينيدا عدادة كجرتا يباب كانوا بابي هاي مو بناني هاي وما بنانو حديث دعكم شنب قليو لحي سودنا دو حديث صحيح قال الإمام النسائي عن طريقنا محمد منصور الكوسج وثيقة قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عاصم ابن سليمان الأحول وثيقة عن حفصة بنت السير وثيقة عن أمي عطية نصيبة رضي الله تعالى عنها صحابية عن نبي الحكور صلى الله عليه وسلم قال النبي قال حجري لا يحل بابنا لمرأة هويني تؤمن رميس بالله الوين واليوم الآخر ما أنت أقرأ أن تحد إني سبساسسة أما يبساسناته على ميت ميت درت كركي فوق ثلاثة سدحين كبضن إلا على زوج المؤين ولا تكتحل من هذول انت واقوني ولا تكتحل من ركولته ولا تختضب مع الانسارته ولا تلبس محرة ثوب المرأة مسبوغا إلى كالري الرينج المريي محرة ويان باب الرخصة وقلاشا اللي سوء قلاذي وباب كاربا بيه أما الله قلاذي الحادة تيوين إذا أصايق سارا ولا قد انت نين كذا وقد انت أن تمتشط إنه كشان ليسته بالسدري قبك علي انتي سأمي مريهي سيوحي محوها إنه يكو محوها ماذا حدقته كشان ليسته إنه أبنى يباب كان أبابي هاي حديثك لكن مشكلة دنها يسته ويحي نقاها ليسو حي نقطي حديثك محوية هاي ضعيف وضعيف لا تقوم عليه الحجة مركا ساقا حقا لسكاليه سيدحكم شنبغ اليوم تضبئي صدنا دو حديث ضعيفة قال الإمام النسي علينا وطلع أخبرنا أحمد بن عمر ابن صرح المصري واثقة قال حدثنا ابن عبد الله بن المصري واثقة فقيه قال أخبرني مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج وصدوق وروايته عن أبيه وجادة وهرار الشيقني محزوستان إسوائي المامدين وجادة يا حزوست
ما واسك دول مرميه ومحاوله ما شيقين وجادد وحويان وحيكمت هاي من صيغ التحمل وحجرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيغ لو سحنباره واديق الشيخي يقفكي اتكورني حديث كاس اتكغ سحنبرت ايو صيغ الاداء هي مركه قدبنيسه صيغين لا استعمار مركه صيغ ده تحمل كحكمده مساله يقانه اما ارن لو يقانه الوجاده وجاده محيطه وحاضر الشيء شيخي حديث كورن لهيد خدكي سؤال لا يقاني حديث وقري والله حدثني فلان ابن فلان عن فلان عن فلان او حدثني قال حدثني الى النبي صلى الله عليه وسلم احاديث مركه ميل كجرت او خانديس كجرت ام بورسديس اما صندوق كجرت هذا شيء فرتي سنه والله يقنا وحال الى هذا وجاده يا الى وجاده وجاده مركه ما كمت هي صيغ التحمل كعلم الوسع عباره مسماهن اصلهن ما اصلهن فتكتحل وحيكون إن كولن كون كولن جرتي الجلاء نوع أصله يقانه جلاء يكون إن كولن جرتي فأرسلت مولاة لها أذن أيضا إلى ذا يودرتي أما وايح رئيسي إلى أم سلمة يودرتي يعني وحان كرجل معها حدث أم حكيم بنت أسد عن أمي هويدت هويدت وهند أن زوجها زوج كذا مركب حويان يقول نقني أن زوج هذا ضميرها تقول نقنية أمها تقول نقنا ميسة أم حكيم تقول نقنية أم حكيم ترون نقنية أن زوجها نين كذا أم حكيم زوج كذا توفي والله أفسدي وكانت حي تشتكي عينها إيش هذا متكشجته وإن بوق يوحي قبطيبة أم إن حنون كله فتكتحل ويكون إن كلن جرت الجلاء نوع جلال يكون إن كلن جرتي فأرسلت مولاة قبر حريص والله إذا إلا ذا يودرتي إلى أم سلمة وهو إذا يودرتي فسألتها وحي وحكوي ديسي أن كحل الجلاء نعص جلاه لو يقنو محمد نقولك فقالت وحيت لا تكتحلوا ما عندكم ما عندكولته إلا من أمر أرن أو لا بد منه ألا جمار مينين وخطره موين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت وفي الله وصدق أبو سلمة وقد جعلت والحال قد جعلت عيني على عيني إشي ده صبرا سبر أن إش سكمري أما أنصارتي فقالوا حيري ما هذا يا أم سلمة أم سلمي أم سلمة أرنك عن أد سارتي محيهي قلت حرير إنما إن كلاما هو إيساق صبر وصبر يا رسول رسولك الله ليس فيه طيبر عطر رمرا ودقون نملاها قالوا حرير إنه سبرك يشب الوجه وجهك يوم ذبايا ونقر حياه فلا تجعليها يالي إلا بالليل هبين كموئينا وحلك لا وجهها محوها همرسني وإنده همرن يكون ركولا ولا تمتشطي أكو عشان ليسن بالطيب عطرك مركز عشان ليسننا عطر همرين إلا بالحناء حناء مؤيني ولا بالحناء ده ولا بالحناء حنانا أكو عشان ليسن وحنا محوها كلا رضا الله مري تمه فإنه يسقي خضاب وحويان حنا ويان قلت حانري بأي شيء نمتشط يا رسول رسولك الله محوش عشان ليسامر وتميد ذكر الله مش لين كري وين وحول الله مري واسد عرض قالوا حير بالسدري قب وتغلفيني أتكدب به سيدريكاس رأسك ماذا هذا أتكوش الله يسانيسا لكن حديثك مع رسف الشديد وحديث ضعيف ولا تقوم على الحجة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.